السيد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تدين لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري بأشد العبارات الهجمات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وقصف المستشفى الأهلي المعدماني بغزة الذي أسفر عن وفاة أكثر من 500 مواطن فلسطيني تحولوا جميعهم إلى أشلاء، معظمهم من الأطفال والنساء، مما يعدي إبادة جماعية لأهالي غزة وتصعيد خطير ينذر بزيادة عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يستلزم قيام منظمات المجتمع الدولي بضمرها المنوط بها من إجراءات مشددة ضد هذا العدوان الغاشم الذي تراه ويراه كل العالم أنه غاشم. وعلى الدول العظمى القيام بواجبها لوقف هذا العدوان الوحشي فوراً، والذي يمثل جريمة من جرائم الحرب طبقاً للقانون الدولي وضرورة توجيه التهم الجنائية للمسؤولين عن هذا الاعتداء الهمجي على المدنيين العزل والمرضى والأطفال والنساء وعجائز لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في ظل حصار شديد من قوات الاحتلال على القطاع، بالإضافة إلى قطع الكهرباء والمياه والدواء ومنع دخول المساعدات الإنسانية عن الأشقاء بغزة. إن لجنة الشؤون العربية تؤيد بقوة ما أعلنه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن تهجير الفلسطينيين ونقلهم إلى سيناء سوف يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية ونقل الصراع إلى سيناء، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، فلن نسمح بتكرار ما تأثر وبمأساة 1948. من هذا المنبر نعلن دعمنا وتأييدنا لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفوضه في اتخاذ أي قرارات أو تدابير لحماية أمن مصر القومي والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي على تنفيذ واجباته وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على حق المواطن الفلسطيني في الحياة، ومن أهم حقوق الإنسان هو الحفاظ على حياته. حفظ الله مصر قيادة وجيشا وشعبا ووقاها شر الفتن والمؤامرات وأدام وحدتها. ومن هذا المنطلق أقول تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان، ومهما كان انت مصر، وكل خطوة بمصر نعيش لمصر ونموت لمصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.